الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وللخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم يا ربنا أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحيح الرسول.